بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع عشر. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية: من أهله وماله. وفي حديث أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا. أحب إليك، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا. نعم. وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض. قلت يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي، أو قال هذه الأمة، عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله مجازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها، ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس، صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. وفي حديث عمرو بن عبسة: قلت يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام. طيب الكلام. قال: طيب الكلام. قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فقلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، الحديث. وفي آخره: فقال رجل: فما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيثما كان. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، أخو المؤمن، يكف عنه ديعته
ويحوطه من ورائه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من ذلك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. وفي رواية: وأن تقول خيرا أو تسمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعدما أخبره بأركان الإسلام قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا معشر الإخوة والأبناء من الشارح رحمه الله تعالى في ذكر أمور غير ما تقدم ذكرها في الأركان السابقة، أركان الإيمان، ذكر أمور أخرى تدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والمناهي، وهو يريد بذلك أن يبين كما قلنا مرارا أن هذه الأوامر وهذه النواهي تشمل أعمال القلوب وتشمل قول اللسان وتشمل عمل الجوارح الظاهر، وقد ساق على ذلك الأدلة التي استطاع أن يسوقها، وما أكثرها من كتاب الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عليها بالإجمال لأنها ما من آية إلا وهي ظاهرة في المقصود، ثم أردف بعد ذلك بالأحاديث، وتكلمنا على جزء صالح منها، واليوم نواصل الحديث في هذا الباب الذي هو باب مهم في الرد على المرجئة بجميع طوائفهم، من أخفهم مرجئة الفقهاء إلى أعلاهم مرجئة الجهمية. فقوله صلى الله عليه وسلم:
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا في أعمال القلوب، فإن المحبة عمل القلب والبغض عمل القلب. فهذا دليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. ونحن تركنا الكلام على الأحاديث وبيان درجاتها لأنها بين أيديكم، وهذا الجزء فيه الصحيح المتفق عليه، وفيه الصحيح في الصحيح في الصحيح أحد الصحيحين، وفيه الصحيح في غيرهما، وفيه الحسن وفيه الضعيف. الشاهد من هذا قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية من أهله وماله، وفي لفظ من والده في البخاري قدم الوالد على الولد، من والده وولده والناس أجمعين. قد ذكر بعض العلم نكتة في هذا، وهو أنه بدأ بالولد بالوالد لأنه أصل في وجودك، وأخر الولد لأنك أصل أنت في وجوده، فدائما الوالد محبته أعظم. فالشاهد هنا في هذا الحديث إدخال الحب والبغض في الإيمان في مسمى الإيمان، وهما من أعمال القلوب. وحديث أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فجعل المحبة داخل في مسمى الإيمان، ثم قال وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا. فأيضا محبة الإيمان والتوحيد والإسلام وتقديمه في مثل هذا الموطن وبذل النفس رخيصة في سبيله دليل على أنه داخل في مسمى الإيمان. ثم أخبر وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، يعني ما في سبب من أسباب الدنيا، وإنما المحبة لله، هذا من الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. واللذان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه يظلهما الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فإذا كنت كذلك قال صلى الله عليه وسلم فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائض، يعني يجد حلاوته وبرودته، يجد حلاوته ولذته وبرودته. فكما أن الماء البارد إذا دخل الجوف واستقر فيه قطع الظمأ، فهكذا هذه الأمور إذا استقرت في قلب الإنسان فقد دخله الإيمان، فيقطع حينئذ عليه ظمأه. الله أكبر، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بهذا. فكما أن الري يحصل بالماء البارد على العطش في اليوم القائض، فهكذا هذه الأعمال يحصل بها تمام الإيمان، فيتروى الإنسان ويكتمل إيمانه، يسعى في كمال إيمانه كما يتروى من الماء الذي يقطع ظمأه. وكون هذا الماء باردا شبهت به الأعمال الصالحة لأنها طيبة، فهذا الماء البارد طيب، فالأعمال الصالحة طيبة، يحصل بها كمال الإيمان كما يحصل بهذا الماء البارد كمال الري، فيشبع الإنسان وينقطع ظمأه.
فقال قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ أو قال ما من أمتي أو قال من هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله مجازيه بها خيرا ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله فهو مؤمن. فإذا هذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، فكما أن الحسنات تزيد الإيمان السيئات تنقص الإيمان. والمؤمن الحقيقي هو الذي يفرح بالحسنة ويدخرها عند الله جل وعلا، وإذا عمل سيئة استغفر الله منها وساءته، ولا يطلب الغفران إلا من الله، ما يطلبه من أحد من غير الله جل وعلا، من أحد غير الله جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان يستغفر لمن جاءه مستغفرا، قال جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الإيمان فيغفر الله جل وعلا لهم، وأما أهل الكفر فقد قال الله فيهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ونهاه الله جل وعلا عن ذلك في المشركين، هذه في المنافقين. وفي المشركين قال ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إن إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والشاهد أن مراقبة العبد لربه جل وعلا وإحساسه بهذا، هذا من تمام الإيمان. إذا ساءتك السيئة فأنت المؤمن، فالاستياء والفرح من أعمال القلوب، والاستغفار قول اللسان، ويستغفر الله منها هذا قول اللسان، فأدخل هنا قول اللسان وعمل القلب في الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت، يعني إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا معنى صمت أو تصدقت. فالحسنات ماحيات للسيئات، وإذا أحسنت استبشرت، فالاستبشار والفرح والسرور هذا من أعمال القلوب، والصيام والصدقة من أعمال الجوارح، فأدخله في الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. أعمال القلوب وأعمال الجوارح اشتمل عليها هذا الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الدنيا ثلاثة على 3 أجزاء، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثم الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم لا يخشون بوائقة، لا يخشون غدرة، لا يخافون من جهته الضرر، فلا يطلع على محارمهم ولا يخافون منه أن يسرق أموالهم أو يهتك أسرارهم أو يريق دماءهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله جل وعلا عز وجل، لله عز وجل،
يعني إذا جاءه طمع لكنه من طريق غير شرعي تركه مخافة الله جل وعلا، فالطمع يغري، ولكنه لما تذكر أنه لا يحل لم يؤثر العاجل على الآجل فتركه لله جل وعلا، فهذا داخل في مسمى الإيمان. وطيب الكلام كذلك قول اللسان يدخل به صاحبه الجنة، فهو من الأخلاق الحسنة كما سيأتي معنا، وإطعام الطعام كذلك من أعمال الخير والبر، وهذا كانت الجاهلية الأولى يتفاخرون به، لكنهم لا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة حينما سألته عن عبد الله بن جدعان، قال صلى الله عليه وسلم إنه، وذكرت أنه كان يطعم الطعام، فقال إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يوما من الدهر، يعني ما هو موحد، ما هو مؤمن، مات على الشرك. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أدخل طيب الكلام وإطعام الطعام في الإسلام وجعله من الدين وهو كذلك. ثم قال ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة، وهما أعمال. أعمال، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمراد بالإسلام هنا الإيمان أيضا، لأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فالمسلم هنا من سلم المسلمون من لسانه ويده، أعمال ظاهرة، أعمال الإسلام الظاهرة. الإيمان، أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن، والأخلاق الحسنة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، ولكن تظهر حتى في البواطن، تظهر آثارها على الجوارح، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلق الحسن من الإيمان، وهذا كله رد على المرجئة. وقوله عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو أخلاقا، جعل حسن الخلق من الإيمان، وحسن الخلق يشمل الجوارح واللسان والقلب أيضا، فجعله كله إيمانا. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، هذا عمل قلب وعمل جوارح، تعلق القلب بالله حبا وإجلالا وإعظاما مع الذل والإذعان، هذا هو الإيمان في القلب. فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، المحبة كمال المحبة وكمال الذل، هذا عمل القلوب. ثم أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، فجعل ذلك من الإيمان، إعطاء الزكاة من الإيمان، وهي عمل بدني ظاهر. ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال أن يعلم أن الله معه حيث كان، وهذا علم القلب، معرفة القلوب، هذا هو الإحسان. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان هنا إيمانا، أن يعلم أن الله معه حيثما كان. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل تفيضون إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. فأن يعلم العبد أن الله جل وعلا معه حيث كان، هذا هو الإيمان، هذه كمال المراقبة، سماه إيمانا وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم،
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال إيمانا، المؤمنون كرجل واحد له رأس وله أعضاء، فإذا مرض عضو اشتكى سائر الجسد. فهكذا أهل الإيمان في وحدتهم تراحما ومودة ومحبة وتعاطفا كمثل الجسد الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التراحم والتواد والتعاطف وهي أعمال بدنية جعلها من الإيمان وسمى أهلها مؤمنين. والحديث الآخر مثله، وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هكذا. فهذا المؤمن للمؤمن على هذه الصورة، حاله معه يشد أجره في الخير وفي الشر، في الخير يعينه عليه وفي الشر يدفعه عنه ويحجزه عنه. والمؤمن مرآة المؤمن يكف ضيعته ويحوطه من ورائه، يعني إذا غاب قام في أهله فلا يضيعهم، يحوطه في غيبته فلا يأتيه الشر وهو يعلم، بل ينصح له ويحذره ويدفع عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل إيمانا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيحب هذا عمل قلب، ثم هذه المحبة تبعث على عمل الجوارح، فيؤتي إليه الذي يحب أن يؤتيه أخوه إليه هو، فهذه كلها أعمال جوارح. فإذا لم يستطع بقي العمل قلبيا، يحب له الخير ويكره له الشر. إذا ما استطاع أن يعطيه هو ويبذل له هو فلا أقل من أن يحب له الخير بقلبه ويبغض ويكره له الشر بقلبه، فيبقى حينئذ عمل قلوب. فالمحبة من أعمال القلوب، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فسمى القول إيمانا صلوات الله وسلامه عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فإكرام الضيف وإكرام الجار سماه صلى الله عليه وسلم، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا، وهي أعمال جوارح تقدم له القرى، تضيفه، تنزله في دارك، تباسطه بالكلام وطيب الكلام وتحسن إليه. فهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا. من كان يؤمن، يعني هذه الأفعال من الإيمان، وهي أصرح الردود على المرجئة، من مرجئة الفقهاء إلى مرجئة الجهمية، وبينهم مراتب من بقية الطوائف أهل الإرجاء. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من ذاك يا ذلك يا رسول الله؟ وفي لفظ خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن الشر من قبله، يخاف أن يخدعه، يخاف أن يغدر به، يخاف أن يعتدي على ملكه، يخاف أن يعتدي على متجره، يخاف أن يعتدي على مزرعته، على مائه، على أولاده إن غاب. هذا ليس هو المؤمن الحقيقي الذي لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة وهي الشرور، يعني لا يأمن شره. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، فجعل الإحسان إلى الجيران بإطعام فقرائهم وتفقد محاويجهم وأهل العوز جعله صلى الله عليه وسلم إيش؟ إيمانا، وهو عمل من أعمال الجوارح. فهذا
فيه أبلغ رد على المرجئة، من أخفهم إرجاء مرجئة الفقهاء إلى أعلى إرجاء. وقوله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله، الأعطاء أليس عمل جوارح؟ من أعطى لله ومنع لله وأحب لله هذا عمل قلب، وأبغض لله هذا عمل قلب، فقد استكمل إيمانه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، سماها كلها إيمانا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. فالمحبة والبغض عمل القلب، وتعمل لسانك هذا نطق اللسان في ذكر الله تبارك وتعالى. وماذا يا رسول الله؟ قال له الرجل، قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وفي رواية وأن تقول خيرا أو تصمت، أعمال قلوب وأعمال جوارح ونطق لسان. ولا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى، هذا عمل قلوب. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، هذا عمل قلوب. فمن قوي وكمل إيمانه ما يحب أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يحب المخالفين من أهل البدع والأهوى، فإن هذا قد استدل به أئمة السلف على بغض أهل الأهواء ومجانبتهم كما هو في السنن عند أبي داود. فأوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله، والمحبة لله لا يستحقها إلا الصالح السوي المستقيم على السنن والسنن، السنن الطريق المستقيم، والسنن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعدما أخبره بأركان الإيمان ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فجعل هذا كله من الإيمان ومن الإسلام، والصدقة تطفئ الخطيئة، الصوم جنة يعني يتقى بها، كالجنة الذي يتقي بها المقاتل العدو، فالصوم يتقي به المسلم عدوه من شياطين الجن وشياطين الإنس، فلا يستجيب لهم كما كان يستجيب لهم في غير رمضان يحجزه صومه، فهو جنة يتقي به عدوه. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا عمل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام، وهو ليس بركن من الأركان، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في الإسلام. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جعله إسلاما. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإذا رأس الأمر الإسلام، عمود هذا الإسلام الصلاة، رأس الأمر أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي بأركان الإسلام. والعمود الذي يقوم عليه هذا الدين الصلاة، فهي الفارق بين المسلم والكافر. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أعلى مراتب الأعمال الصالحة أن تبذل نفسك رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا من الإسلام. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال كف عليك هذا الحديث، وهو مشهور. فدل ذلك على أن الأعمال، أعمال الجوارح ونطق اللسان وأعمال القلوب، كلها داخلة في مسمى الإيمان. وهذا أعظم رد وأصرحه وأبينه بعد هذه العشرات من النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
الدالة على أن الأعمال أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، والدالة على أن أعمال الجوارح غير أركان الإسلام الخمسة داخلة في مسمى الإسلام، فسحقا سحقا وتبا تبا لمن زعم أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، قد خالف صريح كلام الله جل وعلا وصريح منطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة، فكيف يكون مرجئة في أهل السنة؟ حاشا وكلا، هذا لا يقوله إلا من لم يطعم رائحة العلم، طعم العلم ويشم رائحة العلم الشم الصحيح. نعم قد يشمه لكن شم غير صحيح، لم يطعم العلم الصحيح من قال إن في أهل السنة مرجئة، وقد كذب عليهم ورب الكعبة كائنا ما كان، صغيرا كان أو كبيرا. فهذه نصوص أئمة السنة بيننا وبينهم، يأتون بشخص قال مرجئة أهل السنة منذ أن ظهر الإرجاء، فهم القدوة وبهم الأسوة. وأما الذين جاءوا من بعدهم في هذه الأعصار وخاصة في عصرنا هذا فلا عبرة بهم، العبرة بأئمة السنة ومن سار على طريقهم رحمهم الله تعالى. هات تأتينا بابن سيرين، تأتينا بالحسن، تأتينا بسعيد بن المسيب، تأتينا بعروة بن الزبير، هؤلاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات تأتينا بالسفيانين، بالحمادين، بمالك، بالزهري، بالشافعي، بأحمد، بالبخاري، بمسلم، بأبي داود، بأبي حاتم، بابنه، بابن أبي حاتم، بابن أبي عاصم، بشعبة، عد من هؤلاء. هات ائتنا بواحد منهم قال عن المرجئة إنهم من أهل السنة. مرجئة أهل السنة قال ما شاء الله، عشنا في هذا الزمن حتى بلغنا هذه الأيام التي نسمع الجمع بين النقيضين، وإلى الله المشتكى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.